طبعا بريليانس النهارده فعلا بيتعاملوا مع المباراه اكن عندهم خبره، هدوء، بيتناقشوا مع بعض في اريحيه. سيمي الشرقيه من الفقره الاولى مخضوضين. الهدف الذهبي. الحقيقه كنت شاكه في الاجابه، وعشان السؤال كان عليه 25 نقطه، بس الحمد لله قدرت اجيبه صح. فقره تحت الضغط محتاج اركز اكتر من كده، الفريق كان محتاج النقط دي جدا. وكانت فقره ضربات الجزاء هي اللي هتنقذنا، ولكن هارد لوك فينا. المباراه اتحسمت للاسف الشديد، اتحسمت مع ان هما الاثنين في التصفيات كانوا نفس السكور بالظبط. خلينا نشوف هنجمع نقط قد ايه، وماتش النهارده هينتهي ازاي.